بعد الظهر بقليل يتجه رايت وأوغريدي إلى طائرتيهما من طراز F-16 الصقور المقاتلة. على بعد 370 كيلومتراً تتحرك مدفعية الصواريخ عبر الريف البوسني. الضابط الآمر وهو كولونيل في الجيش الصربي مستعد لإطلاق النار على قوات الناتو، يفضل بقاءه مجهول الهوية. في الساعة 1:51 ظهراً طارا فوق البحر الأدرياتيكي. انطلقا فوق البحر الأدرياتيكي بسرعة تزيد عن 500 كيلومتر في الساعة. بعد 30 دقيقة دخلا في المجال الجوي البوسني. على ارتفاع 8000 متر يرسمان مداراً إهليليجياً لحراسة الأجواء البوسنية الخطرة. طول كل جانب من المحيط 40 كيلومتراً. يحتاج إنهاء الدورة إلى نحو 8 دقائق. سيطيران في هذا المدار 2.5 ساعات. إن محاولة خرق منع الطيران مجازفة بحد ذاتها. 4 طائرات قاذفة قنابل أنزلتها طائرات F-16 القوية. طائرة F-16 متطورة جداً ولها مقدرة ممتازة على المناورة، وتصل سرعتها القصوى إلى أكثر من 2000 كيلومتر في الساعة، وهي مزودة بحاسوب يساعد في ملاحة الطائرة ليركز الطيارون على عملهم الأساسي. كانت إشارة نداء باشر 5-1. تحمل F-16 مدفعاً سداسي السبطانات من عيار 20 ملمترا ومجموعة من القذائف والصواريخ والقنابل، وهي تحتوي على نظام دفاعي متطور. وحدة الإجراءات المضادة الإلكترونية تستطيع كشف تعقب الرادار للطائرة، ومع ذلك يتوخى الطيران الحذر للابتعاد عن مواقع إطلاق السرب للقذائف. الطيران بخط مستقيم خطير. لا يحتاج الأمر إلى عالم صواريخ ليعرف أنك إذا أردت إصابتنا تضع صاروخ أرض جو تحت المكان المتوقع وجودنا فيه. هذا هو بالضبط ما يفكر الصرب فيه. ينتقل الكولونيل إلى موقع تحت خط طيران أوغريدي ورايت مباشرة. صاروخ SA-6 سوفيتي الصنع مخصص لإسقاط الطائرات الحربية السريعة، وهو قاتل لدرجة أنهم يدعونه أصابع الموت الثلاثة. عندما تطلقه ستصيب هدفك غالباً. الرادار يوجه الصواريخ، تتبع شعاعاً قوياً بما يكفي لاستكشاف طائرة على مسافة 75 كيلومتراً وارتفاعات تصل إلى 10000 متر، ويشغله الكولونيل. في الساعة 8:52 بعد الظهر بوب رايت سمع جهاز إنذاره تعلمه المعدات عن صاروخ SA-6. إشارة نداء رايت هي باشر 5-1، يتصل بأوغريدي. باشر 5-1 مود 6 بيرنينج 090. ذلك يعني أن صاروخ SA-6 كان إلى الشرق مني. أجبته بأنني لا أجد إشارة لأي تهديد. بعد ذلك تختفي إشارة الرادار. يتصل رايت بنظام الناتو المحمول جواً للإنذار المبكر ليسأل عن وجود صاروخ SA-6 في المنطقة. قالوا ليس هناك إشارة على ذلك. الطيران يستمران بالتحليق. تحتهما 8000 متر، ومع التشغيل المقنن للرادار بدأ القائد الصربي بلعبة قاتلة. تستطيع الطائرات المقاتلة كشف راداره إذا شغله فترة طويلة. سيحددون موقعه ويقضون عليه. سيقتلوننا ويدمرون أسلحتنا كلها. لدى الكولونيل خطة داهية. النبض القصير للرادار يكفي فقط لإعطاء السرعة واتجاه وارتفاع طائرات F-16. سيطلق الصواريخ دون توجيه للرادار ويشغله فقط في آخر لحظة ممكنة قبل 5 ثوان من الاصطدام. إذا أخطأ الهدف فسيموت هو وفريقه. لديهم فرصة وحيدة. أصابع الموت الثلاثة تشير إلى الطائرتين.
أعطيت الأمر بإطلاق النار. صاروخ SA-6 مسلح برأس حربي للتفجير، مصمم ليتشظى عند الصدمة ويدمر هدفه تماماً ضمن مجال 24 كيلومتراً وسرعة قصوى تزيد عن 3000 كيلومتر في الساعة. سيبلغ الطائرتين بأقل من 10 ثواني دون توجيهه بإشارة رادار. من المستحيل أن يكتشفه رايت وأوغريدي. ترصد نفاثتان تابعتان للناتو أجواء البوسنة، وقد استهدفهما صاروخ تابع للصرب. يشعر قائد الصرب أن له الحق في إسقاط طائرتيهما. لقد استفزونا وفجروا مواقعنا، هل خطر لهم أن أحدا قد يقتلهم من الأرض؟ قبل وصول الصاروخ لارتفاع طائرتي F-16 بخمس ثوان، قام الكولونيل الصربي بتشغيل توجيه الرادار. انطلق الإنذار في طائرة أوغريدي. باشر 52 مود 6 بيرنج 090. باشر 5. بينهما الآن مسافة نحو كيلومترين ولا يسمع رايت إنذار رادار. أهو إنذار كاذب آخر؟ يرتد شعاع رادار SA-6 عن طائرة أوغريدي ويلتقطه صحن في مقدم الصاروخ. الشعاع المنعكس يقوده باتجاه هدفه. يعلو صوت الإنذار في سماعات أوغريدي. يرى رايت الصاروخ ينطلق بين الغيوم نحو طائرة أوغريدي. باشر 5-1 صواريخ في الجو. ناديت صواريخ في الجو ومكابح. إلا أن أوغريدي لا يسمعه. تفجر الصاروخ بين الطائرتين، لكن صاروخا آخر في طريقه. لا يملك أوغريدي وقتاً ليناور. لم يكد إبهامي يصل إلى زر المراوغة حتى ظننت أنني سأموت. تحطمت الطائرة وسقطت من السماء. فقد رايت رؤية طائرة أوغريدي.